فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. السؤال: هل يقال إن الدهر من أسماء الله أم أنه صفة خبرية؟ وما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: أقلب الليل والنهار؟ الحديث يفسر بعضه بعضا، ولكن بعض الشباب وبعض المتعالمين يبادرون في الإشكال، وإلا الحديث يفسر بعضه بعضا. يؤذيني ابن آدم، يؤذيه بأي شيء؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله الدنيا والآخرة. يؤذيه بالشرك، يؤذيه بالتنقص، فالله جل وعلا يتأذى بهذا، لكنه لا يتضرر، إنهم لن يضروا الله شيئا، فالله يتأذى ولكنه لا يتضرر سبحانه وتعالى. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، إذا نزلت به مصيبة دل يسب الساعة واليوم والمكان اللي هو فيه ويلعن ويشتم، هذا كفر بالقدر. الدهر ما له تصرف، التصرف بيد الله، وهو الذي أجرى عليك هذا الشيء، عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر ولا تسب الدهر. فقوله جل وعلا وأنا الدهر فسره بقوله بيدي الأمر، معنى وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. ألم تروا أن الليل يأتي ويذهب النهار، ثم العكس، يأتي النهار ثم يذهب الليل؟ هذا التقليب، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، اختلاف الليل والنهار، يجي هذا ويذهب هذا، يطول هذا ويقصر هذا، هذا التقليب. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فمعنى أنا الدهر أنه يقلب الليل والنهار، ليس أن الله يسمى الدهر، هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، إلا ما شذ كابن حزم رحمه الله أنه قال إن الله يسمى بالدهر، لكن هذا غلط، هذا غلط، الإجماع على خلافه، لأن الحديث فسره أن معنى أنا الدهر أنه يقلب الليل والنهار وبيده الأمر. فليس الذي أتاك من الدهر، وإنما هو من الله، فعليك أن ترضى وتسلم، تحاسب نفسك. نعم.